happier. قطرات الندى لمحة شاعرة نقدمها لكم كل صباح. يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا مصطفى. صباح الفل عليك يا جمانة، وصباح الفل على حضراتكم كلكم. كلنا دخلنا في شهر الصوم وبدأنا بالفعل نعيش إيقاع هذا الشهر. دايما في ذكريات أو في نوستالجيا متعلقة بهذا الشهر. ربنا لما خلق الكون كلنا عارفين أنه هو خلقه في 7 أيام، وبطبيعة الحال فضيلة زي فضيلة الصوم أو ركن مهم من أركان الإسلام زي فضيلة الصوم أيضا لازم يأتي بالتدريج، مفيش حاجة بتيجي كده، وخصوصا لما نتكلم مع الأطفال. هنعود إزاي أطفالنا على إن هم يصوموا هو صغيرين؟ مدارس كتير جدا نشأت في القصة دي، والمدرسة التقليدية اللي هو صوموا لغاية الظهر ثم العصر ثم المغرب علشان يتعود وخلافه. عملنا ايه واحنا صغيرين؟ ازاي اتعودت وانت صغير انك تصوم في رمضان؟ وازاي ايضا بتعود ولادك؟ ده سؤالنا النهارده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، منتظرين اجابات حضراتكم، هنناقشها بالتفصيل خلال ساعات هذه الحلقه. ولكن خليني اتوجه بالسؤال في البدايه لزميلتي العزيزه جمانة ماهر، اكيد عندها اجابه مختلفه. طب بص بقى، انا غلطان، انا عودتك على اجاباتي المختلفه، عليت عندك يعني اصل مش كده. يعني يمكن بدأتي مغرب ظهر مثلا رجعتي. ساعات بتقل مش ما اعرف. لا انا هقول لك، بص انا هضطر اجاوبك على الجزء الاول من السؤال، لان الجزء الثاني يعني اعذرني ما وصلتلوش لسه. تمام. فانا هضطر اجاوب على ازاي اتعودت وانا صغير. يعني اتعودت ازاي اللي انا فاكراه متذكراه، يعني انه كانت ماما ابتدت الاول تفهمني احنا بنصوم ليه. تمام. وابتدت ان هي واحده واحده كده، مش تخليني اصوم اليوم بس شويه، يعني ايه يعني ممكن شويه تخليني ما اشربش مثلا ميه لمده ساعه مثلا، بعدين شويه ساعتين ما بقاش باكل حاجه. يعني ابتدت من غير ما احس ان هي ده صيام، هي ابتدت واحده واحده جايه تجيبها لي تدريجيا. وسالتك دي حاجه صعبه فقلت لها لا مش صعبه بالظبط، يعني من غير ما تحسسني ان انا ممنوعه. حلو قوي. بالراحه واحده واحده كده لغايه زي ما انت قلت شويه كده حسيتي انت عندك مشكله، طب احنا بنعمل كده عشان خاطر ربنا، عشان ده ركن من اركان الاسلام، عشان عشان عشان. وبعدين ابتدينا بالظبط، ابتدينا بقى لغايه ايه الظهر، بعد كده العصر، لغايه بقى ما وصلنا الحمد لله المغرب ومكملين بقى. بس زي ما انت قلت كنت اتكلم في نقطه مهمه قوي يا مصطفى، يمكن دلوقتي كمان الجيل بتاع دلوقتي بقى فعلا في السمه دي، فكره ان احنا الاطفال ما بقاش في حاجه اسمها كده وخلاص. بقى دايما ليه؟ لازم بالظبط، لازم تبرر له، لازم تشرح تفسر له، ولازم تفهمه. انا ابن اخويا كان لسه كنا بنتكلم انا وهو في الموضوع ده. وبعدين بيقول لي 7 سنين، 6 7 سنين سن اللماضه، اللماضه كلها بقى. تخيل ابن اخويا انا، طيب عامل ازاي؟ فكنا بنتكلم بقى فليه بنصوم؟ طب اصل بنصوم عشان نحس بالفقير. وابتدت بقى الردود جدليه الموضوع بالظبط، ليه عشان نحس بالفقير ليه؟ طب ما احنا ممكن نحس، احنا بنحس بالفقير ان احنا بنساعده، طب ايه علاقه ان احنا نحس بالفقير؟ طب ما الفقير بيشرب، طب ما الفقير. وابتدينا نخش في اسئله يعني ما كناش بنسالها واحنا صغيرين، احنا ما كناش بنسالها واحنا صغيرين. فقررت ان انا ادخل واقرا كده اشوف عشان اعرف ارد عليه برده، ولا لازم اديه رد. برافو عليك. فاكتشفت انه فعلا الرد اللي احنا بنقوله لاطفالنا واحنا متعودين عليه مصطفى بتاع عشان نحس بالفقير فقط ونقف هنا، شويه ما ممكن ما يرضيش، مش مقنع. فضول مش مقنع، هو فعلا جانب او جزء من الصح او جزء من الحقيقه، مش مقنع للطفل يعني، بس مش كل الحقيقه او مش الجانب الاكبر من الحقيقه. انه المفروض احنا بالنسبه لنا الصوم
أو الصيام، صيام رمضان يمثل الصيام عن الشهوات، يمثل الصيام عن كل ما يغضب الله، يمثل التحكم في الغرائز البشرية بشكل عام، وجزء طبعا منها ان احنا بنحس بالفقير. فلما تيجي تفهم حد تفسر له حاجة وتفسرها له مقنعة يقدر يستوعبها، لكن لما يجي تكلم طفل فقط انه عشان احنا بنحس بالفقير، طب فعلا اي حد ممكن يشرب في اي وقت مثلا مية، مثلا لو على الاكل ممكن، حتى لو لقمة بسيطة ممكن، لكن الموضوع أكبر من كده بكتير. فتعلمت بقى من ساعتها، الكلام ده كان من كام يوم، فتعلمت بقى من كام يوم الحقيقة لما اتحطيت في الموقف ده، إن أنا أعرف أرد كويس بالظبط، إن أنت تبقى فاهم أنت بتعمل ده ليه، عشان لما تيجي تتكلم مع أي حد أيا كان تبقى عارف فعلا صلب الموضوع إيه، أو حقيقته إيه، أو أنت بتعمله ليه، عشان حتى تبقى قادر تعمله من قلبك وتعمله صح وتقدمه في أفضل صورة. بس كده. اشتغلت برامج أطفال قبل كده؟ لا أصعب برامج في الدنيا. طبعاً أصعب برامج، بتحاوري طفل عشان تطلعي منه إجابة وتعرفي. طبعاً هنا تحية لزميلتنا لمياء حمدين، عاملة شغل هايل جداً 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 في الملف ده. بس فعلاً هي حرفة شديدة، إنك بتتعامل مع دماغ بيتشكل وبتشكل في 2023 بشكل تاني، بفيسبوك، بواتساب، عنده كمية مصادر للمعلومات هيغلبك، رهيبة، هيغلبك وياريتها كلها صح. أيوة. يعني عنده مصادر كتير جدا، هي منها الغلط فعلا. هي دي ومنها الصح فعلا. فانت بما ان احنا كبار وعاقلين ورشدين نقدر نفرق بين الصح والغلط، فلازم بالفعل يكون عندنا اكبر كم من المعلومات عشان نقدر حتى نفرق لما يقول لنا معلومة انا سمعت ان حصل كذا كذا، او سمعت ان السبب كذا كذا، اعرف ارد عليه. صحيح. اعرف افهمه الصح من الغلط يا مصطفى. صحيح. طب قولي بقى انت تعودت ازاي وعودت ولادك؟ والله ما اختلفتش عنك كتير. طبعا هي المدرسه التقليديه، الاول بتصوم ظهر عصر مغرب، او في مدرسه تانية هتصوم عن الاكل بس ايه هتشرب ميه، فيبقى تمسك العصام النص يعني. فانت النهارده صايم عن الاكل بس هتشرب ميه، النهارده حر يا جماعه. طبعا انت طفل بتتعود كده مره في مره في مره، لما بقى بتصلي مع باباك ومامتك وبتشوف الجوانب دي عامله ازاي، وان فيها روحانيات معينه وفيها تقرب الى الله، في زي ما تقولي كده حاله للشهر ده، بتخش جوه الحاله دي انت بتقتنع. وبقى شويه كلام بقى من اللي قلبك يحبه، ايه لازم تصوم زي الكبار عشان الصغيرين ما بيصوموش، وتروح المدرسه ايه انا بصوم انت ما بتصومش، وحاجات كده. اه والله بكلم بجد مش بهزر، ما كل ده في نفسيه الطفل انت بتتعامل معاه، بتخلي الطفل بيتعود على الصيام بسرعه. لكن في النهايه خلينا اقول حاجه، ودي مهمه جدا في المجال الطبي طبيا يا جماعه، ما تقرصوش على اولادكم في القصه دي. اولادكم كمان يعني فيزيكال مش مؤهلين ان هم يصوموا الـ 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 اليوم كله لغايه المغرب، ده ممكن يعمل مشاكل، وده اتقال فعلا. لكن احنا بندرج يعني طبيا، ان بعد سن البلوغ انت تقدر فعلا تصوم وجسمك قادر لده، فانت عود العب معاه لغايه لما يجي السن المناسب، وهو هتلاقيه لوحده قدر او دخل في ايه في حاله الصوم او حاله الشهر الكريم. يعني وانت قلت نقطه مهمه جدا برضه يا مصطفى، وحتى خلتني ارجع كده بالذاكره انا لورا، تبقى دايما شايف اسرتك نفسها بتتعامل ازاي مع شهر رمضان. بالظبط. مع الصيام، الصيام طول الوقت احنا متعصبين ومتضايقين وما حدش يكلمني قبل الفطار والكلام ده، ولا بالعكس بنبقى مبسوطين وعارفين ان احنا بنعمل حاجه لربنا، وان احنا موسم لا يعني احنا بنقيم فرض من فرائض او ركن من اركان الاسلام، موسم للدعاء وموسم لاستجابه الدعوه. فبتعملها بقى ازاي؟ بتعملها بقى بعصبيه وتخبط ومحدش يكلم بابا قبل الفطار ومحدش يكلم ماما بعد الفطار، فبالنسبه للطفل بيتخض وميبقاش حابب الشهر اصلا. بالظبط كده. ولا لا بالعكس، بيبقى فوانيس بقى وزينه وهنطبخ، وفيها في حلويات بعد بعد الفطار، وفي الاكل هنعمل ايه النهارده. انا افتكر ان ده كان بيتنا. يعني بيتنا كان الجو حلو، كان المبهج. لطيف. ايوه انا كمان. بالظبط. كنا بنستنى رمضان، وحتى يمكن تحت في الشارع في زينه على طول، الزينه والفوانيس والناس تنزل تلعب في الشارع والناس الصلاه، ويعني كان الجو نفسه حلو. ده غير بقى انا كنت طفله بحب التحدي قوي، كان عندي حته التشالنج دي قويه جدا، فكنت لا انا هصوم انا هقدر اصوم، بس ما كنتش بعمل الحته بتاعت ان انا اغيظ صحابي دي بصراحه. لا مش تغيظ، اللي هو انت يا جماعه انا بقيت بصوم. وفي بقى يعني انت لا انا كنت بحب اقلد ماما قوي، يعني كنت بحب اقلد ماما قوي واقلد بابا قوي، فكنت لا انا هصوم. داخل في القصه، انا عندي بنتين دلوقتي بيصوموا كمان، ف او بيصوموا جزئيا، ففي بقى بتحكوا لي بلاوي بتحصل،
وانا صمت وانا ما صمتش، وتيجي واحده تغيظها فتاكل قدامها و... ولا تقول انا اكبر وانا اقدر وانا حاجات كده بقى ايه. في سؤال بس اتمنى ان هو ينتهي، صايم ولا زي كل سنه؟ يعني السؤال ده لو انتهى هنبسط كلنا حقيقي زي كل سنة. وده الرد برضو لازم ينتهي مع السؤال. صح كده. على أي حال السؤال ده اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك، إزاي تعودت وإنت صغير على الصوم في رمضان، وإزاي بتعودوا أولادكم كمان على صيام رمضان؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك زي ما قلت لحضراتكم، وأكيد مستنيين إجاباتكم عشان نستعرضها مع بعض في حلقة النهاردة. صباح الخير والسعادة على حضراتكم جميعا. صباح الخير يا مصر. نرحب بحضراتكم مرة تانية، وخلينا دلوقتي نروح للميا عشان تعرفنا على آخر أخبار المرور والطقس في القاهرة والمحافظات، وكمان نسألها على سؤال الحلقة. لميا صباح الخير عليك. صباح الخير يا لميا. صباح الخير عليك يا جمانة. صباح الخير عليك مصطفى، وصباح الخير على كل مشاهدينا. قولي لنا بتعملي إيه؟ عودتي ابنك الأول إزاي؟ وأنت عرفتي إزاي أو عملتي إيه وأنت صغيرة؟ هو وانا صغيره ما كنتش يعني ما حدش كان بياخد معايا مجهود، هو صومي فبصوم، يمكن ما خدتش وقت كتير في ان انا اصوم مثلا لحد الظهر او العصر. بعمل زي ما هم موجودين بالظبط في البيت معايا، جدتي او مامتي بيصوموا فبعمل زيهم وبقلدهم، بيصلوا فبصلي زيهم وبقلدهم، فما خدتش وقت كتير قوي ان انا يعني اصوم اليوم كله، لا يعني يمكن سنه واحده بس، رمضان بس اللي عدى عليا واحد بس، وبعد كده صمت اليوم كله. انما ابني هو اللي بيسال بقى لما بقول له نصوم علشان نحس بالفقير وعلشان ربنا طلب كده، فبيقول لي يعني اجوع؟ قلت له اه جوع. انا غفلت عنه مثلا ساعه واحده بس لقيته بياكل، فبيقول لي اصل انا جوعت فاكلت خلاص، يعني حسيت بالجوع، يعني حس بالجوع، حس انه عطشان فاكل خلاص. فببتدي ابذل مجهود بقى ان انا اقرا اكتر وافهم، يعني افهم ازاي اشرح له واوصله فكره الصيام احنا عاوزين منها ايه بالظبط. فشغالين على ده لحد دلوقتي، بس هو لحد الظهر لحد دلوقتي. حلو ربنا يخليه لك. واحده 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 واحده، وما تقرصيش وهتيجي المواضيع لوحدها ان شاء الله. بصبح عليكم مره ثانيه، وبصبح على مشاهدينا كمان، وتعالوا دلوقتي نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبدا جولتنا المروريه من القاهره، وبالتحديد من كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه بسيطه للسيارات امام القادم من الجيزه واخد اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات تانية في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع للمتجه من ميدان التحرير ومتجه لمدينه نصر ومحور النصر. كمان بتظهر كثافات متحركه في شارع عباس العقاد والطيران وصولا للدائري. اما نفق الازهر بيشهد ظهور تباطؤ في حركه المرور للقادم من صلاح سالم ومتجه لميدان الاوبرا والعكس، وبتظهر برضو كثافات انما متحركه في المسطح الارضي في شارع رمسيس وصولا لغمره والعباسيه ومطالع ومنازل كوبري اكتوبر وصولا لحد شارع احمد سعيد. هنكمل جولتنا المرورية في شوارع الجيزة، وفي كثافات على طريق المحور للقادم لميدان لبنان. أما المتجه لمدينة السادس من أكتوبر في كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلة من محور 26 يوليو إلى المهندس شريف إسماعيل، بعد كده نرجع مرة تانية للمحور. ولو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافات مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة. شارع الهرم بتبدأ تظهر دلوقتي عليه كثافات مرورية، وده نتيجة التحويلات. كمان هناخد بالنا أن غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر لازم الاتجاه في نفق حازم حسن، ونتجه لمحور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق أمام القادم من طريق الواحات، ويفضل كمان الطريق السياحي الجديد. بتظهر كثافات مرورية في ميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية، وكمان شارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، وده مع دخول الموظفين لجامعة القاهرة بدءا من نزلة كوبري فيصل لحد شارع التحرير. ظهرت كمان بعض الكثافات أعلى كوبري الجامعة، وانطلق رجال المرور لسحب الكثافات من أعلى الطرق. في شوارع مدينة الإسماعيلية هنلاقي هناك سيولة مرورية كبيرة، وخصوصا على الطريق الدائري حوالين المدينة وطريق عثمان أحمد عثمان اللي بيوصل بين الجامعة والاستاد ومجمع المحاكم، في سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات المتحركة اللي ما بتأثرش على حركة الطريق. أما المتجه لبورسعيد في سيولة مرورية في طريق الإسماعيلية بورسعيد. ومن منطقة القناة لجنوب الصعيد هنكمل مع محافظة سوهاج، وهنبدأ من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات نسبية.
نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية فيها سيولة مرورية. كمان في بعض الكثافات المرورية على نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة فيه كثافات مرورية نسبية وكثافات نسبية تانية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج. كمان في كثافات مرورية بسيطة وبتبتدي تزيد مع ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم، ولكن خلونا نبدأ في الأول بالأخبار اللي حصلت امبارح. كان أبرزها توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه من أجل دعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. أيضا امبارح مصر شهدت توقيع إعلان نوايا للشراكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أيضا الحكومة نفت وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بقيام صندوق تحيا مصر بتخصيص مبلغ مليار جنيه لدعم مبادرة إنهاء قوائم الانتظار للحالات الحرجة. امبارح عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماع لمتابعة الأعمال الجارية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه سيادته بالمتابعة الدورية الدقيقة لمختلف الأعمال الإنشائية مع الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والحوكمة وفقاً لأحدث النظم التكنولوجية في المجال ده، فضلاً عن الاهتمام بمنظومة التشغيل والإدارة والصيانة لأحياء ومرافق العاصمة. امبارح أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع باهتمام جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني، وقال الرئيس عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: إنني إذ أثمن العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة، فإنني أؤكد على الأخذ بالاعتبار ما تم مناقشته في الجلسة فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. ووجهت الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. امبارح أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي مع الرئيس شوكت ميردايف رئيس أوزبكستان للتهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم، داعياً الله عز وجل أن يعيد على الأمة الإسلامية كافة بالخير والبركات، ومتمنياً موفور التقدم والرخاء للشعب الأوزبكي الصديق. امبارح شهد مجلس الوزراء مراسم توقيع إعلان للنوايا بهدف الشراكة بين مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والجانب المصري ممثل في وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات النظيرة بكل من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين. وبيعد هذا الإعلان هو الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط من حيث الهدف وكذلك من حيث عدد الجهات المشاركة والدول التي تمثلها. امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الرز بالأسواق والمنافذ التموينية، وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي ومن بينها الرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين وفروع مشروع جمعيتي بكافة محافظات الجمهورية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن قيادة قوات الصاعقة استقبلت زيارة لعدد من طلبة وأعضاء هيئة تدريس جامعات القاهرة وعين شمس والأزهر والمنوفية والمنصورة. كمان كرمت قوات الصاعقة خلال الزيارة مجموعة من أسر شهداء عمليات مكافحة الإرهاب بسيناء، وده في إطار الرعاية اللي بتوليها القوات المسلحة لأسر وأبناء الشهداء اللي ضحوا بالغالي والنفيس من أجل حماية الوطن وصون مقدساته. دلوقتي نروح مع حضراتكم لجولة المحافظات اللي معانا فيها كمان مجموعة من الأخبار والأحداث المهمة اللي حصلت أمس، منها وصول فريق معهد القلب للكشف على المرضى بمستشفى العريش العام في شمال سيناء واستلام 3 طن لحوم و7500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة. امبارح أيضا في أخبار المحافظات تم بدء التشغيل التجريبي لعدد من المشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة في محافظة قنا. كمان أيضا تم انطلاق مبادرة صحتك رمضان للكشف على أصحاب الأمراض المزمنة في محافظة الإسماعيلية، وأخبار تانية كتير هنعرفها في السياق التقريري القادم.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من شمال سيناء اللي وصل فيها المستشفى العريش العام فريق طبي من المعهد القومي للقلب بالقاهرة في إطار بروتوكول تعاون بين مديرية الصحة بشمال سيناء والمعهد القومي للقلب لتشغيل وحدة قسطرة القلب بمستشفى العريش العام وتوقيع الكشف الطبي على الحالات المرضية والقضاء على قائمة الانتظار بإجراء العمليات الجراحية. في البحيرة تم استلام 3 طن لحوم صكوك إطعام واستلام 7500 شنطة رمضانية، وتم إيداعها في سلاجات بمعرفة مديرية التضامن الاجتماعي وجاري توزيعها على قرى الأسر الأكثر احتياجاً والأسر الأولى بالرعاية. في الغربية بيتم العمل على إنهاء تنفيذ مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة اللي بيتم إنشاؤه على مساحة 285 متر مربع بتكلفة 10.7 مليون جنيه، ليكون المركز الإقليمي لخدمة محافظات الغربية، الدقهلية، كفر الشيخ، المنوفية ودمياط، وحالياً أعمال الإنشاءات وصلت 88%. في قنا تم إطلاق إشارة بدء التشغيل التجريبي لعدد من مشروعات حياة كريمة بقرية بخانس التابعة لمركز أبو تشت، وشملت نقطة إسعاف بخانس ومجمع خدمات المواطنين ومجمع الخدمات الزراعية. في الإسكندرية أكدت المحافظة على استهداف زيادة المساحات الخضراء بنطاق الأحياء والمراكز، ووصل إجمالي ما تم زراعته من أشجار مثمرة وغير مثمرة حوالي 71,181 شجرة بنطاق أحياء الإسكندرية منذ بدء تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة وحتى الآن. في الإسماعيلية تم بدء فعاليات مبادرة صحتك رمضان للمتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وده ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل اللي هتقدم خدمات الفحص لثلاث فئات هم مرضى السكري ومرضى الضغط والمصابين بمرضى السكر والضغط معا. في الوادي الجديد تم طرح دواجن طازجة بسعر 90 جنيه بمنافذ الوحدة المحلية لمركز الخارجة ومديريتي الزراعة والطب البيطري ومنافذ متنقلة بالأحياء، وده ضمن التوسع في توفير كافة السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار. برحب بحضراتكم مرة تانية وسؤال حلقتنا على فيسبوك: إزاي اتعودت إنك تصوم وإنت صغير؟ وأيضاً بتعود ولادك إزاي على فضيلة الصوم؟ هل بتجيب لهم هذا الأمر بالتدريج؟ بتعودهم بشكل يحبب قلوبهم في الصوم ازاي؟ تفاعلاتكم جميله ومبهجه على الصبح. توب فان لصفحتنا بسمه جمعه بتقول: ابويا الله يرحمه كان بيسامح في كل شيء الا الصوم والصلاه، كان اب حازم في قراراته وكان في عقاب للي يخالف هذا الكلام. اما امي الله يبارك لها وانا صغيره كانت بتحببني دايما في الصوم والصلاه وعمرها ما سابت فرض، وانا اتعودت على هذا الصوم لغايه يومنا ده. شكرا ليك يا بسمة على الكومنت. ما شاء الله. في كمان أستاذ عبد الحكيم فهيم الحيس بيقول: صباح الخير يا مصر، صباح الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، صباح الخير على حضرتك. بيقول: ولادي من سن 7 سنوات اتعلموا الصيام لأني كنت معودهم كل ما يصوموا أكتر كنت بشجعهم أكتر بالحلويات، وحتى أفتكر وأنا صغير كنت لما أفطر كنت أزعل قوي، وبابا الله يرحمه الله يرحمه كان بيقول: ولا يهمك بكرة تكبر وتكمل. الأستاذ إسماعيل خلف: صباح الفل على أفضل برنامج في التلفزيون المصري، شكرا ليك يا أستاذ إسماعيل. تعودت الصوم وأنا صغير من خلال إن اللي بيصوم بيكون زي الكبار واللي بيفطر يبقى عيل. ثانيا بعود يوسف ابني على الصوم من خلال إن أنا بحببه في هذه العبادة اللي بتخلينا نعرف قيمة نعم الطعام والشراب وإزاي نحافظ عليه. في محمد أبو روكا بيقول: صباح الخير على مصر كلها، أنا ابتديت تعليم الصيام في صغري مع أمي بمنهج التعليم والترغيب والمكافأة، وأنا ماشي مع ولادي بنفس الأسلوب، ببدأ معاهم من صغرهم بالصيام ربع يوم بعدين نص يوم، ولما يتم اليوم كله ليه مكافأة مني غير مكافأة ربنا لي، تقبل الله منا ومنكم صيام الشهر الفضيل. علاء الدين توب فان على صفحتنا: وأنا صغير أول ما صمت كان المغرب بيأدن الساعة 5 وكان اليوم قصير وكنا في الشتاء فكان الصوم سهل وجميل، أما بنتي فكنت بديها أول يوم صيام جنيه والتاني 2 جنيه والتالت 3 جنيه، وفضلنا كده لغاية لما صامت 30 يوم فكان حافز ليها علشان تصوم. بص يا علاء، يعني أنت تربويا برضو اسأل في الحتة دي قصة ربط الفلوس بأي سلوك إيجابي، أعتقد أن هي التربويين قالوا أن هي غلط، قالوا برافو شاطر أفضل من أنك تعمل كده علشان ما تربطش ده بده، واسأل برضو يعني أنا برضو دي معلوماتي. يعني في ناس أكتر حلويات مثلا تجيب لهم حاجات كده ممكن، لكن مش فلوس، حلويات ممكن شوكولاتة ممكن، بالظبط كده.
في علاء الدين، لا ده متهيألي علاء الدين أيوة اللي قريته، في سيف الدين بقى بيقول: صباح الخيرات عليكم، اتعودت وانا صغيره اصوم على مراحل، يوم اصوم لحد الظهر ويوم العصر لحد واحده، وبعد كده واحده واحده اتعودت اصوم اليوم لحد المغرب، وان شاء الله هعلم اولادي ده. وكل سنه وانتم طيبين. كل سنه وانت طيب يا استاذ سيف. علاء هارون توب فان برضو على صفحتنا: من وانا سني 7 سنين كنت بصوم، والدي عودني على كده وكان بيخليني اصوم هو ووالدتي، كان مخلي باله عليا وكان بيمنعني من اني افطر، وكنت لما بطلع بره كانت والدتي تتابع معايا: اوعى تفطر اوعى تفطر، وانا كنت هموت وافطر بس كنت عازم ان انا اكمل الصوم. وبجد دي كانت تحدي وكانت حاجه حلوه من وانا صغير من والدي ووالدتي، وعلموني اقرا قران وعلموني حاجات كتير خلال هذا الشهر الكريم. شكرا ليك يا استاذ علاء. يعني واضح انه طرق الصيام تشابهت، يعني في مدارس يعني، بس هي كلها تقريبا فكره انه الصيام يعني تعود عليه واحده واحده ونعود الاولاد عليه واحده واحده بالزبط. في ناس بقى تدي شويه حلويات براح. في ناس يعني حسب كل واحد طريقته. احكوا لنا كده عن ذكرياتكم مع الصيام، قولوا لنا كمان ازاي بتعودوا دلوقتي ولادكم عليه. نروح دلوقتي فاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر، مستمره معاكم لغايه الساعه 10 صباحا. وصباح عليكم مره ثانيه. هيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون مائل للحراره نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقيه وجنوب سيناء وشمال الصعيد، ومائل للدفء على السواحل الغربيه وحار على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على اغلب الانحاء، وفي كمان شبورة مائية الصبح على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. كمان في نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة. ودلوقتي تعالوا نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة للعظمى فيها 26 والصغرى 15، العاصمة الإدارية 26-14، اسكندرية 24-14، العالمين الجديدة 24-14، مطروح 23-13، دمياط 26-15، بورسعيد 24-14، الإسماعيلية 28-13، السويس العظمى فيها 27 والصغرى 14، العريش 26-13، كاترين 19-7، طابة 22-14، حلايب 25-16، شلاتين 28-17، شرم الشيخ 27-17، الغردقة 29-17. هنروح للفيوم العظمى فيها 27 والصغرى 13، بني سويف 28-12، الوادي الجديد 31-11، أسيوط 29-12، سوهاج 30-13، قنا 31-14، الأقصر 29-13، وأخيرا أسوان العظمى فيها 31 والصغرى 15. دي كانت درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية. نرجع مرة تانية لمصطفى وجمانة نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك. شكرا كلامي، شكرا جزيلا. دلوقتي جه ميعادنا مع أهم الأخبار والأحداث والموضوعات اللي هتحصل النهاردة، وأيضا متابعة لأهم الماتشات اللي هتتلعب في إطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية، أيضا مباراة الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فمعهد إعداد القادة هينظم ملتقى شباب أعضاء هيئة التدريس تحت شعار معا نلتقي، يستهدف الملتقى التوعية بتحديات الأمن القومي المصري ومحاربة الشائعات والأفكار الهدامة والمتطرفة اللي بتهدد المعتقدات الدينية والموروثات الثقافية والمجتمعية الأصيلة للشعب المصري. النهاردة هتنطلق فعاليات ليالي رمضان الثقافية بدار الأوبرا المصرية، وبتتضمن مجموعة من الحفلات الفنية والثقافية لباقة من نجوم الغناء في الأوبرا ونجوم الغناء في مصر والوطن العربي، على رأسهم الفنان مدحت صالح والفنان علي الحجار. النهاردة ولعشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع 11 مباراة قوية في إطار الجولة الرابعة من تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية، من أهمها مباراة منتخب مصر مع منتخب ملاوي الساعة 3 العصر.
ومباراة منتخب موزمبيق مع منتخب السنغال الساعة 6 بالليل، ومباراة منتخب تونس مع منتخب ليبيا الساعة 10 بالليل. النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 7 مباريات قوية في إطار الجولة الثانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لنهائيات اليورو، من أهمها مباراة منتخب تركيا مع منتخب كرواتيا الساعة 9:15، ومباراة منتخب إسبانيا مع اسكتلندا في نفس الموعد. شديد نرجع لليبيا مرة تانية عشان تقول لنا بقى أهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل المسلسلات في رمضان. ديلم، شكرا لك جمانة. مشاهدينا أهلا بكم وموجز لأهم الأخبار الفنية وآخر تفاصيل مسلسلات رمضان. نشرتنا نبدأ نشرتنا الفنية مع نجمة منى زكي اللي بتصور في الوقت الحالي مجموعة من المشاهد الأخيرة في مسلسل تحت الوصاية في مدينة اسكندرية، وأصبح باقي لكل فريق العمل أسبوع واحد بس وينتهي التصوير علشان يكون العمل جاهز للعرض من يوم 16 رمضان. الفنان أحمد العوضي قال إنه سعيد جداً بردود فعل الجمهور على الحلقات الأولى من مسلسله الرمضاني ضرب نار، والعوضي قال إن العمل هيشهد قفزة كبيرة مليانة بالمشاهد والأحداث المهمة خلال الحلقات اللي جاية، وخصوصاً إن المشاهد هتكون ضرب نار. المؤلف محمد هشام عبية المشرف العام على كتابة مسلسل رسالة الإمام قال إنه سعيد جداً بردود الفعل حول الحلقات الأولى من العمل، وأكد إن كتابة المسلسل مر بمراحل كتير من المراجع الدينية والفقهية من الأزهر، وخصوصاً إن الحلقات بيتكتب فيها أحداث تاريخية ودينية، وبعد الاتفاق عليها مع المخرج بيتم إرسالها لمجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف علشان تتراجع ويتم التوافق عليها بشكل كامل. من ناحية تانية الدكتور جمال شقرة أمين عام الجمعية المصرية للدراسات التاريخية اتكلم عن رأيه في الحلقات الأولى المذاعة من مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي، وقال شقرة إن ظاهرة عودة الأعمال التاريخية إيجابية جدا ولازم نشجع على عودة الأعمال دي اللي بتستمد قوامها من التاريخ والتراث سواء كان الحديث أو المعاصر. النجم الكبير ياسر جلال أكد لجمهوره إنهم هيشوفوا وجبة تشويقية خلال أحداث مسلسل علاقة مشروعة، ووصف الفنان ياسر جلال المسلسل بأنه متعوب فيه لأن السيناريو متماسك والإخراج والتصوير متميزين، ده غير إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بتقدم السنة دي وجبة درامية متميزة بتضم جميع الألوان اللي بيحبها الجمهور في مصر والوطن العربي. الفنانة مي عمر أكدت إن تعاونها مع الفنان ياسر جلال مثمر جداً، وقالت إن الفنان ياسر جلال من الأشخاص المقربين ليها على المستوى الشخصي والمهني لأنه فنان عنده إمكانيات كبيرة، وكانت تجربتها الأولى معاه في رمضان 2020 في مسلسل الفتوة، وفي مسلسل علاقة مشروعة استمتعت بالمشاهد اللي جمعتها بالفنان ياسر جلال خلال الأحداث لأنه فنان متواضع جداً لدرجة كبيرة وبيتعامل بحب داخل اللوكيشن سواء مع العاملين خلف الكاميرا أو زمايله من الفنانين. الفنان حسام داغر قال إن دور صلاح اللي بيجسده في مسلسل حضرة العمدة له بعد إنساني واضح بيتمثل في احتفاظه ببذرة الخير رغم نشأته وسط أجواء بتدعم الشر. الفنان أحمد رزق اتكلم كمان عن مسلسله أو دوره في مسلسل حضرة العمدة اللي مشارك فيه في موسم دراما رمضان، وقال إن المسلسل ثري جدا وبيناقش مجموعة قضايا اجتماعية متعلقة بشريحة عريضة من المجتمع وبيتقدم من خلال توعية لجميع الفئات العمرية في أكتر من مجال. مشاهدينا خلصت نشرتنا الفنية ونرجع مرة تانية لجمانة مصطفى نكمل معهم باقي فقراتنا. شكرا لك. طيب احنا كانت لسه بقى لميا بتقول لنا اخر الاخبار الفنيه، خلينا احنا نروح نشوف مع حضراتكم اخر الملخصات للحلقات الخمسه من مسلسلات رمضان. كان كلها طبعا احداث مشوقه وخلاص الاعمال بقى ابتدت كده تشد حيلها ونشوف بقى احداث كتير جدا، كان بقى في الاعمال الوطنيه او الاجتماعيه او الكوميدي. خلينا نتابع مع حضراتكم ايه اللي حصل في الحلقات اللي فاتت عشان اللي ما لحقش كمان الحلقات من اول رمضان يقدر يتابع كمية بقى الأحداث اللي حصلت والملخصات يا مصطفى. خلينا نقول لكم برضو أن معانا مجموعة كبيرة من المسلسلات في هذا التلخيص، من أبرزها المسلسل الوطني الكتيبة 101، من بينها المسلسل الديني رسالة الإمام الكبير قوي الجزء السابع في الكوميديا، وعندنا أيضا جعفر العمدة وسر الباتع وسوء الكانت وغيرها من المسلسلات اللي هنشوف ملخصها في سياق هذا التقرير. إلى
الحلقات الخمسة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة، البداية من مسلسل الكتيبة 101 اللي شهدت الحلقة اجتماع الشيخ موسى مع أحد شباب القبيلة من أهالي سينا اللي أخبروا بأنه في شخص في العيلة شغال في التهريب، وده اللي استدعى من خالد الصاوي الترتيب لقعدة في أسرع وقت. بعدها عمل اتصال مع وحيد اللي بيجسد شخصيته الفنان فتحي عبد الوهاب من أجل عودته لسينا في أسرع وقت ممكن. كمال شغال في التهريب ومن زمان وما في شك. لا متأكد يا عيباه؟ وعندي شهود يشهدوا قدامك وقدام كل الناس. يبقى الجمعة بإذن الله في قاعدة بلغ الكل. ماشي. شاهدت الحلقة الخامسة من مسلسل رسالة الإمام للنجم خالد النبوي سفر الإمام الشافعي لطلب العلم، وبدأت الحلقة بأن الإمام الشافعي شاف المخطوطات وراح لمعمل الكيمياء، وهناك قابل أروى جودة صاحبة المعمل وبيحاول يفهم منها كم من الوقت تستطيع أن تحفظ البرديات بالكلام اللي عليها. محفوظة ترجمة وتدوينا بالتمام يا محمد بن إدريس. تشرفنا يا ابن إدريس. أتعلم الكثير في الكيمياء؟ ما أحتاجه منها فقط. في الحلقة الخامسة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع وصل الكبير أحمد مكي ومربوحة رحمة أحمد للقاهرة، ولما وصلوا لمحطة القطر فضلت مربوحة تعبر عن سعادتها بالرحلة، وجي للكبير مكالمة شغل بلغته أن الاجتماع تأجل 3 أيام، وهنا انتهزت مربوحة الفرصة وطلبت من الكبير يفسحها في البرج وتركب مركب في النيل. عايزة تفتحي فيه؟ عاوز أركب مركب في النيل. ماشي يا كيادة، ماشي يا غياصة، وعاوزة طلب كمان. اوه، وانا عفريت ولا كأنك حكيت فلوس؟ عشان خطري يا كبير، عاوزة اطلع البرج. شاهدت الحلقة الخامسة من مسلسل السفارة بطولة الفنان أحمد أمين العديد من المشاهد، أبرزها مشهد أغنية القرشين اللي غناها أحمد أمين من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع أحمد وحيد كينج. وواصل أمين خلال الحلقة الخامسة من المسلسل تجسيد شخصية مطرب المهرجان، ومن ناحية تانية بيقوم طه الدسوقي بدور شقيق أحمد أمين. عيني على القرشين، عيني على القرشين، لما القرشين يظهروا بيبان الفرق ما بين الخلق، أما القرشين يكتروا. عيني على القرشين، عيني على القرشين. الحلقة الخامسة من مسلسل ألف حمد لله على السلامة بطولة النجمة يسرى شهدت أحداث مختلفة. فوقية اللي بتجسد شخصيتها شيماء سيف أخذت ملابس يسرى وابنها آدم الشرقاوي علشان تغسلهم، وده اللي خلاهم يتصدموا خصوصاً وإن الشنط مع بنتها سماح. فين البنطلون يا فوقية؟ بنطلون إيه؟ بنطلون سامح كان في التليفون بتاعه، اوعى تكوني غسلتيه. وأنا مالي يا أخويا؟ هو أنا أحط إيدي ببنطلون راجل غريب؟ أنا بفتش بنطلون جوزي بس. يا نهار اسود منيل، انا غسلت البنطلون بالتليفون. كشفت الحلقه الخامسه من مسلسل عمله نادره بطوله الفنانه نيلي كريم العديد من الاحداث، ابرزها قيام شخص مجهول ملسم بتهديد نادره نيلي كريم بقتل ابنها يوسف لو ما تنزلتش عن الارض، ووقتها ما كانش قدامها حل الا انها قامت بوضع رضاعها في السله وهربت بيه من شباك الاوضه، ولما دخلت انس او ندى موسى لاوضه نادره ما لقتهاش، فراحت على الفور لمامتها سكينة أو فريدة سيف النصر وقالت لها، وهنا جن جنونها وراحت فوراً علشان تبلغ عبد الجبار أو جمال سليمان. حصل اللي خايف منه، بس هيروحوا مني فين؟ أنا عبد الجبار وناري هتحرق النجح باللي فيه. في إيه يا أبوي؟ ومين دول؟ هيكونوا مين غير بيت أبو عصاية؟ عملوا إيه تاني يا كبير؟ خطفوا يوسف وأمه. في الحلقة الخامسة من مسلسل جعفر العمدة بطولة الفنان محمد رياض جي فيها سؤال الفنان عصام السقا نعيم لمحمد رمضان جعفر، وقال له ابنك عايش ولا ميت؟ وهنا رد عليه جعفر العمدة وقال له كلكم بتسألوا السؤال ده وسوريا سألته وأنا جاوبت إن ابني عايش في الجنة. فرد عليه نعيم عينك وانت بتشوف ابنك بتقول إن ده واحد مش عارف ابنه عايش ولا مات. ابني عايش ولا ميت يا جعفر؟ عايش ولا ميت يا جعفر؟ رد عليا. يا بنت سؤال انت بتسأليه ده، عايش في الجنة ومع الأبرار، ده انا وانت ندخل الجنة على حسه ده.
شاهدت الحلقة الخامسة من مسلسل جميلة بطولة الفنانة ريهام حجاج العديد من الأحداث المشوقة. جميلة أو ريهام حجاج خبت اللي حصل من أكرم أو نبيل عيسى وشهيرة أو سوسن بدر على زوجها زياد أو هاني عادل، وبيحاول شريف إنه يتودد لشهيرة وبيأكد لها إنها امرأة حرة في اختياراتها، وهنا فضحت شهيرة خطته. حضرتك حرة، لك مطلق الحرية، تعملي اللي انت عايزاه، انطلقي، وما شاء الله يعني انت لسه صغيرة وحلوة والعمر كله قدامك. الكلام الفارغ اللي انت بتقوله ده مش هياكل معايا، قوله لحد غيري. انت كل اللي يهمك الورث اللي راح لجميلة. بصراحة في الحلقة الخامسة من مسلسل سوق الكانتو ظهر حسنين عبد العزيز مخيون جوه مقر عمله واخبره واحد من رجالته انه في ضيفة، وهنا ظهرت راوية او مي عز الدين وطلبت من طه امير كرارة انها توصل لدكان الاحمر. عرفت بقى اسم الدكان الاحمر ليه؟ لا انا اقول الدكان ده مقفول من زمان، كبارات السوق لما كانوا بيذبحوا قدام بيحطوا ايديهم في الدم بعدين على الدكان فلونه بقى احمر فسموه الدكان الاحمر. بدات الحلقه الخامسه من مسلسل سر الباتع بجنازه الشيخ صابر هشام الجخ، وخرج كل اهل بلده شطانوف متاثرين بقتله، وطلب حامد بالقصاص من اللي قتلوه وتحولت الجنازه لمظاهره، وراح اهل القريه وفي مقدمتهم حامد او احمد صلاح السعدني، وردد الجميع هتافات عن الشهداء معتبرين صابر شهيد من شهداء القريه. احنا مش هناخد عزا صابر قبل ما نجيب حقه. بالهداوه بس يا حامد يا حبيبي، دول اصلهم مش عيله، قتلوا مننا واحد فهنروح نجيب طالنا منهم. التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه تابع باهتمام من جلسة مجلس أمناء الحوار الوطني مؤخرا، وثمن الرئيس السيسي في صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي العمل المستمر من أبناء مصر المخلصين الذين يسعون نحو الحوار والنقاش من أجل مصرنا العزيزة. وأكد الرئيس السيسي على الأخذ بالاعتبار ما تمت مناقشته في جلسة أمس الأول فيما يتعلق بالتعديل التشريعي الذي يسمح بالإشراف الكامل من الهيئات القضائية على العملية الانتخابية. كما وجه الرئيس السيسي الحكومة والأجهزة المعنية في الدولة بدراسة هذا المقترح وآلياته التنفيذية. أشاد مجلس أمناء الحوار الوطني بالاستجابة السريعة للرئيس السيسي لما صدر في بيان مجلس أمناء الحوار الوطني. كما أشاد المجلس بتوجيه الرئيس السيسي لكافة الجهات المعنية لدراسة مقترح التعديل التشريعي المتعلق بالإشراف القضائي الكامل على الانتخابات. كما وأكد مجلس أمناء الحوار الوطني على قيامه بكل الإجراءات والخطوات التي تخدم الحوار والنقاش من أجل مصرنا الغالية ومصلحة الوطن. أعلن وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنكوف أن أولى دبابات تشالنجر البريطانية وصلت إلى أوكرانيا. وأشار وزير الدفاع الأوكراني إلى أن مدرعات أمريكية وألمانية أضيفت إلى الوحدات الأوكرانية. من جانبه أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز أن بلاده سلمت أوكرانيا دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد. كما أشارت وزارة الدفاع الألمانية إلى أنه بالإضافة إلى دبابات ليوبارد والذخائر وقطع الغيار تم تزويد أوكرانيا بمدرعتين من طراز بوفل. أكدت روسيا أنها لن تغير خططها القاضية بنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا. وأوضح المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف أن ردود فعل الغرب لا يمكن أن يكون لها تأثير على خطط روسيا. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن السبت الماضي أنه حصل على موافقة مينسك لنشر أسلحة نووية تكتيكية في الدولة المجاورة، وأثار الإعلان انتقادات شديدة من الدول الغربية. شدد زعيم كوريا الشمالية كيم جون أون على أن بلاده يجب أن تكون على أتم الاستعداد لاستخدام الأسلحة النووية في أي وقت وأي مكان. وأكد كيم جون أون على زيادة إنتاج المواد النووية مع تعزيز إنتاج الأسلحة النووية الفاعلة. ووفقا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أطلع معهد أبحاث الأسلحة النووية في كوريا الشمالية الزعيم
كيم جون أون على الوضع الحالي للمشروع وحالة الإنتاج من أجل التعزيز الكمي للقوات النووية لبيونغ يانغ وتطوير الأسلحة النووية. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن عملية إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بمدينة ناشفيل بأنها بغيضة. وشدد بايدن في كلمة ألقاها بالبيت الأبيض على أن الهجمات المسلحة تمزق روح الولايات المتحدة. كما دعا بايدن الكونغرس الأمريكي مجددا إلى حظر بيع الأسلحة الرشاشة للأفراد. هذا وقتل ستة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال برصاص شابة أطلقت النار في مدرسة ابتدائية في مدينة ناشفيل جنوب الولايات المتحدة قبل أن ترديها الشرطة. اختتم منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي فيتوريا تدريباته استعدادا لمواجهة منتخب ملاوي في 3 عصر اليوم باستاد بينغو الدولي في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار. وفاز المنتخب الوطني على نظيره ملاوي بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما الجمعة الماضية على استاد الدفاع الجوي بالجولة الثالثة من التصفيات. مشاهدينا انتهى موجز التاسعة وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. صباح الفل عليكم مرة تانية. في ناس كتير جدا ربما بتكون محتارة في كيفية إخراج الزكاة خلال شهر رمضان. تساؤلات عدة، يعني ناس بتسأل هو ينفع هل إن احنا نطلع الزكاة دي بدري؟ هل نطلعها في آخر الشهر ولا ممكن نطلعها من أول الشهر كنوع من أنواع التقرب لربنا؟ طب قيمتها كام في ظل ارتفاع الأسعار؟ هل اختلفت القيمة ولا ما اختلفتش القيمة؟ صحيح يا مصطفى، يمكن تساؤلات كتير جدا هنعرف اجاباتها. طبعا الاجابات عن اخراج الزكاه في رمضان. بنرحب في فقرتنا النهارده بالشيخ محمد عماد الواعظ بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه. صباح الخير على حضرتك ومنورنا في صباح الخير يا مصر. كل سنه وحضرتك طيب. صباح الخير وحضرتك بصحه وبسلامه. صباح حضرتك طيب. الساده المشاهدين جميعا بصحه وبسلامه. عايزين نعرف يعني امتى الصائم يخرج الصدقه؟ احنا عارفين ان في كده كده في زكاه الفطر، ولكن لو حب شخص ان هو يعني يبدا شهر رمضان بهذا الامر، هل ممكن يبعله في بدايته في منتصفه؟ وتعجيلها هل هو امر مستحب ولا مش مستحب عشان قصه المستحقين اللي موجودين خلال شهر رمضان؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. صدقه الفطر، طبعا احنا الكلام كله دلوقتي هنتكلمه على زكاه الفطر. مش هنتكلم على الايه زكاه المال اللي هي الطبيعيه. طيب زكاه الفطر سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على المسلمين في شهر رمضان، والفقهاء متفقين جميعا ان زكاة الفطر بتكون في اخر الشهر، يعني وقت الفرضية بتاعتها وقت الوجوب بتاع زكاة الفطر بيكون لإما من بعد مغرب اخر يوم في رمضان او بعد فجر يوم العيد. طيب ده الوقت اللي يجب فيه، اللي ما خرجش لازم يخرج في الوقت ده قبل صلاة العيد. طيب هل يجوز بقى ان احنا نخرج صدقة الفطر او زكاة الفطر من بداية الشهر قبل الشهر ما يخلص بيوم او بيومين؟ الفقهاء كلهم اتفقوا ان يجوز ان احنا نخرج زكاة الفطر قبل شهر رمضان بيوم او بيومين. والسادة الاحناف والسادة الشافعية قالوا ان ينفع نخرج زكاة الفطر من اول يوم في شهر رمضان. بل ان الحنفيه قالوا ممكن نخرجها قبل الشهر اصلا. ماشي، فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل ايه؟ الميسر معاه الامور واللي جاهز يخرجها وحابب يخرجها من دلوقتي مفيش مشكله خالص، يخرج زكاه الفطر من دلوقتي. يفضل ان احنا ناخرها لاخر الشهر قبل الشهر بيوم او بيومين عشان نحقق الغايه من زكاه الفطر. الغايه منها ايه؟ الغايه منها ان احنا نغني الفقراء يوم العيد وليله العيد. يوم العيد والطلب العيد. نغنيهم عن الطلب ونغنيهم عن السؤال. بس في الاول انا حابب اقول نقطه مهمه جدا. اتفضل. ان يجب ان احنا نعرف ان زكاه الفطر او صدقه الفطر هي مش معموله بس لمصلحه الفقير،
لازم الغني او اللي معاه المال او اللي امتلك قوت يومه وليله العيد يعرف ان زكاة الفطر وصدقة الفطر دي لمصلحته هو الاول قبل مصلحة اللي هياخد الصدقة. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما سيدنا ابن عباس بيقول لنا رضي الله عنه يقول ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فرض على المسلمين زكاة الفطر ليه؟ قال اول حاجة عشان الصائم ده يطهر صيامه من اللغو والرفث. مفيش حد فينا كامل واحنا معرضين في خلال الصيام وفي خلال شهر رمضان ان احنا نعمل يعني مثلا اللسان يغلط غلطه، العين تروح في حته، فاحنا معرضين لنقص او خلل يطرا على الصيام. فتيجي هنا قيمه صدقه الفطر، ان ربنا عز وجل جعل لنا هذه الصدقه نقدمها له بين يدي الصيام ليه؟ حتى تسد الخلل ده، فهي فيها مصلحه اولا للذي يخرج هذه الصدقة. فإحنا يجب علينا أن نبادر ونحافظ ونحرص عليها، لأن الزكاة دي بتعمل إيه؟ بتكمل لنا ما تم من نقصان في فريضة الصيام. ثانيا طعمة للفقراء وللمساكين، فده هدف من الأهداف. فإحنا كده عرفنا الهدف والغاية منها، إن هي فيها يعني إكمال للعبادة، فيها تكافل اجتماعي، محافظة على كرامة هؤلاء الفقراء والمحتاجين في ان يعني من ان يطلبوا او يسالوا الناس في يوم العيد عن احتياجاتهم الاساسيه. طيب ينفع نخرجها زي ما قلنا؟ خلاص مفيش مشكله، ينفع نخرجها من اول يوم في الشهر. طيب مقدار بقى الصدقه قد ايه يا فندم لكل فرد؟ وبرده موقف الاطفال الرضع ايه؟ جميل. برده سيدنا ابن عمر رضي الله عنه يقول فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. فنفهم من الكلام ده أن أول حاجة أن زكاة الفطر تجب على الكل، من أول الأطفال الرضع والكبار، واللي يخرج زكاة الفطر الشخص رب الأسرة. يخرج عن مين؟ يخرج عن نفسه، يخرج عن زوجته، يخرج عن أولاده اللي بيصرف عليهم، يخرج عن كل حد هو مسؤول عنه. يعني مثلا لو هو مسؤول عن أبوه وأمه وهو اللي بينفق عليهم، يبقى يخرج برضو عليهم الزكاة. عنده أولاد كبار بيصرفوا على نفسهم وشغالين وشايلين نفسهم، هو مش هيخرج عنهم. واضح كده؟ فالإنسان بيخرج الزكاة عن نفسه، يعني عن نفسه وعن من يعول، عن كل اللي هو يتلزمه النفقة عليه. دي أول حاجة. طيب مقدارها قد ايه؟ مقدارها صاع من تمر او صاع من شعير. الصاع لو قلنا مثلا هنخرجها من القمح، طبعا زكاه الفطر بتخرج من الطعام غالب قوت اهل البلد، فلو نخرجها من القمح مثلا تبقى حوالي 2 كيلو و40 جرام. لو نخرجها بقى من الارز، هنخرجها من الزبيب، هنخرجها ده لكل فرد، لكل فرد تبقى حوالي 2 كيلو ونص من بيت من التمر. يعني لو انت اسره خمس افراد فانت المفروض تعمل 2 كيلو ونص في خمسه بالظبط كده، حتى لو رضيع. حتى لو رضيع في هنا نقطة مهمة جدا برضو الفقهاء نصوا عليها في كتبه. طيب أنا هخرج قمح ولا هخرج ذرة ولا هخرج زبيب ولا هخرج تمر؟ قالوا كل واحد مما يأكل ويؤكل أهله، مما يطعم ويطعم أهله. ففي واحد ربنا موسع عليه وأغلب طعامه أسعاره مرتفعة، ده لا يجوز ليه ان هو يخرج من القليل. واضحه دي؟ بتاكل لحمه، بتاكل فراخ، تخرج من اللي انت بتاكله زي ما بتاكل تدفع بالظبط كده. فهو احنا عندنا ناس متعودين يشتروا زبيب ويقدروا يجيبوه بيستعملوه، بيشتروا البلح بيقدروا يستعملوه عايشين بيه، فيخرج من اللي بياكل منه. ما ينفعش يخرج من الاقل في القيمه. واضح كده؟ فكل واحد على حسب مقدرته. الحد الادنى زي ما قلنا يبقى 2 كيلو ونص مثلا من التمر، 2 كيلو ونص من الزبيب، لو من القمح يبقى 2 كيلو و40 جرام، ده الحد الادنى. من زاد فله الزياده، وربنا عز وجل عطائه اكبر. ماديا كان بقى هل الازهر حسم القصه لسه هقول لحضرتك اهو. فالاصل ان هي تخرج من الطعام. تمام. طيب هل يجوز بقى ان انا اخرج قيمه هذا الطعام؟ ينفع ان انا ادي للفقير مال ولا ما ينفعش؟ المفتي به ان هو يجوز إخراج القيمة. هنا نقطة مهمة جدا، عايز الناس تبص لمصلحة الفقير.
احنا عندنا مشكله شويه بيحصل فيها لخبطه. زكاه المال بنخرجها منين؟ من الاموال. المفروض ده يحصل ان انا عندي فلوس هخرج من الفلوس، عندي ذهب هخرج من الذهب، عندي فضه هخرج من الفضه. فزكاه المال تخرج من الاموال. زكاه الفطر الاصل فيها ان هي تبقى حبوب وطعام. يجي في رمضان الناس يقولوا ايه، هنخرج شنط رمضان من زكاه المال. كنت لسه بسالك السؤال ده، هنخرج شنط رمضان من زكاه المال وهنخرج زكاه الفطر فلوس. احنا بنقول مفيش مشكله خالص في القيمه، فانا هخرج زكاه المال طعام يجوز، هخرج زكاه الفطر فلوس برضو يجوز، بس يجوز وفق مصلحه الفقير. انا عندي هذا الفقير يحتاج الى مال، يبقى المصلحة بتاعته ان انا اديله المال. يحتاج الى الطعام، يبقى المصلحة بتاعته ان اديله. في ناس ما بتقدرش تجهز الطعام في رمضان، ما عندهاش امكانيات تعمل كده. انا اعمل ايه؟ اجيب له الطعام وده يبقى الزكاة بتاعتي. فاحنا على قدر المستطاع نخلي زكاة المال من الاموال، ونخلي زكاة الفطر هي شنط رمضان والحبوب والطعام. طيب رحت لفقير وانا معايا زكاة فطر وعاوز اخرجها، ده الافضل يعني ان هي زكاة الفطر مرتبطة بالطعام. بالظبط، انا رحت دلوقتي لفقير ليلة العيد ومعايا زكاة الفطر اكل حبوب وتمر ورز وبلح ومعايا حاجات كتير وعاوز اديه لفقير، وهو تلاقيت عنده اكل متكردس كتير، طعام كثير عنده، هيبوظ من الركنة مثلا، لكن معهوش فلوس يجيب لبس العيد لولاده، اعمل ايه؟ انا اخرج فلوس افضل، مصلحة الفقير. فباب الزكاة كله سواء كان في زكاة الفطر أو في زكاة المال، نبص أينما وجدت مصلحة الفقير نعمل إيه؟ نبادر لهذه المصلحة. عشان نوضح بس النقطة دي يا فندم، شنط رمضان ممكن إن هي تعامل معاملة زكاة الفطر. طبعا ده هي الأصل، ولو هخرجها زكاة مال برضو ما عنديش مشكلة. إحنا قلنا بقى الكميات مثلا 2.5 كيلو، فنشوف يعني دار الإفتاء حسبت الحد الأدنى على القمح فما يقلش عن 30 جنيه للفرد الواحد، ده للي هيخرج ايه؟ اللي هيخرج قيمه، ده الحد الادنى 30 جنيه للفرد. بالظبط كده. ماشي، اتحسبت على ايه؟ على القمح. احنا قلنا من شويه اللي ربنا موسع عليه يوسع، ويعني من زاد. طب هو اغلى حاجه بتقول ايه؟ قمح ولا زبيب ولا ذره ولا لا؟ الزبيب طبعا. الزبيب وانواع وعلى حسب الاسعار. بالظبط 2 كيلو وشويه، الازهر ما حسمهاش عشان برضو نعرف الحد الادنى والاقصى. شوف احنا احنا عندنا ايه، احنا بنقول دلوقتي الحد الادنى لزكاه الفطر يتحسب على غالب قوت اهل مصر، غالب قوت اهل مصر العيش، العيش بتعمل من القمح، فخلاص ده الحد الادنى اللي هو 30 جنيه. اللي يقدر يزود عن ال 30 خلاص ربنا عز وجل بيعامل الحسنه ب 700، يعني اللي بيدي جنيه ربنا بيحسبهم له 700 جنيه والله يضاعفه لمن يشاء. فالحد الادنى ما ينفعش الا عن هذا الحد، ينفع ازيد او ازيد. حد اقصى بقى اللي حابب زي ما هو. بالظبط، الى ما شاء الله بقى. بالظبط. طب قصه الاعذار، يعني يقول لك لا يجوز تاخير الزكاه بعد حلول موعدها الا لعذر، ما هي الاعذار التي تستوجب ذلك؟ طيب احنا قلنا في الوقت بتاعها، قلنا ان بتخرج في اواخر رمضان او في اول يوم العيد، وقلنا ينفع نخرجها من اول يوم في رمضان وده المعمول بيه في الفتره وتمام. بالنسبه بقى لصلاه العيد، ده نهايه وقت اخراج زكاه الفطر. طيب واحد عدى الصلاه اخر الزكاه عشان عذر زي ما حضرتك بتقول، مثلا له قريب فقير، ودي حته برضو مهمه جدا، انا عندي زكاه ينفع اديها لقريبي ولا ما ينفعش؟ نقول هو اولى من غيره، الاقربون اولى بالمعروف. بالظبط، وتكون صدقه زكاه وصله، بس نخلي بالنا يكون فقير انا لا يجب علي ان انا انفق عليه اصلا، يعني ما ينفعش اديها لعيالي، ما ينفعش اديها لابويا وامي. واحد هيجي يدي الزكاه بتاعته لابنه اللي هو اصلا بيصرف عليه وبياكله وشربه اصلا، لا ده ما ينفعش. واحد هيدي الزكاه لابوه او لامه ما ينفعش. يبقى ينفع ادي الزكاه لقرايبي اللي انا مش مسؤول عنهم، اللي نفقتهم مش واجبه عليا، ينفع، وتكون هي افضل وتكون بالنسبه له زكاه وتكون كمان فيها صله رحم. طيب الاخ والاخت، الاخ والاخت هل يجب علي ان النفقه على اختي؟
لا ما يجيبش ما دام هي مثلا متجوزه. طيب ما لهاش حد خالص وانا اللي بصرف عليها. لا مكلفه منا بالظبط كده حقيقي. طيب لو متجوزه بس يعني ارمله مطلقه والوالد والولاده مش موجودين صح بالظبط. يعني هي ما لهاش حد غيري. ايوه ما لهاش انا كده يجب ان انا انفق عليها. هنا متجوزه وظروفها هنا نفقتها على زوجها يبقى انا بدي الصدقه لزوجها مفيش مشكله. ماشي كده. يبقى هي القاعده فين؟ القاعده في مين اللي ياخد الزكاه اللي ما يكونش نفقته واجبه عليا. ايا كان بقى هو مين. واضح كده. طيب احنا كنا بنقول مين اللي هياخدها. بالنسبه بقى انا عندي قريب فقير، ممكن اخر الزكاه بتاعه الفطر اللي بعد صلاه العيد لما قبله واديها له ممكن، ويبقى ده عذر بس لوقت ما يكونش يخرج فيه اول يوم من ايام العيد عشان يستفيد يعني من هذه الصدقه بالظبط. يوم العيد لو خرج أيوه. يوم العيد لو خرج بنيه ان انا مستني الزكاه عشان اديها لواحد قريبي لا يجوز، ويبقى فيه هنا اثم، وطبعا يجب ان هي برضو تخرج لانها لا تسقط بمضي وقتها. ماشي كده. طيب برضو كنت عايزه اعرف من حضرتك نقطه. في حد ممكن دلوقتي مثلا هو بيسمعنا يقول انا جبت شنط رمضان بس ما كانش في نيتي ان انا اخرجها كزكاه فطر، بشارك وبعدين لما سمعنا دلوقتي طب اعمل ايه؟ اجيب شنط رمضان تاني ولا احتسب اللي انا جبته مثلا كزكاه فطر؟ لا احنا عندنا النيه مهمه جدا. والنيه في الزكاه بتكون مرتبطه بوقت اخراج الزكاه، يعني هو اللي فات ده اتحسب له اجر كبير عند الله عز وجل، وياخد يعني هياخد الاجر ده مضاعف من الله عز وجل اضعاف. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ربنا عز وجل اللي يخرج لله نص تمر نعمل ايه؟ بس خرجها فيها وهو مخلص لله عز وجل، ربنا عز وجل يكبر التمره بتاعته دي او نصف التمره ده، ينميها كما ينمي احدكم فلوه، يعني الفرس الصغيره المهره الصغيره، حتى نص التمره ده يوم القيامه يكون كجبل احد، هذا الجبل العظيم. فاللي هو خرجه كله ده اجره عند الله عز وجل. لكن نقول له النيه مهمه جدا في الزكاه، والنيه بتكون مع الاخراج، يعني قبل ما اخرج دي زكاه الفطر دي زكاه المال، فيعيد تاني جزء على قد بقى الايه على قد ما يقدر احنا يعني. قلنا عليه بالظبط كده. قصه الاقربون اولى بالمعروف بتنتهي فين يا مولانا؟ عشان هي ملهاش برضو ملامح يعني ايه بتنتهي فين؟ يعني انا بتقول لي الاقربون اولى بالمعروف، هل هو الجار؟ هل هو القريب؟ هل هو صله الرحم ابن العم ابن الخاله؟ اعرف منين؟ اولويتي فين؟ محتاجين يعني تعريف. طيب هقول لحضرتك كلام مهم جدا وممكن يكون يعني كتير ما بيقولوش. ايوه الاقربون كل اللي ليهم صله قرابه بحضرتك. تمام. انا هاجي اخرج الزكاه دلوقتي او هاجي اخرج الصدقه بشوف اقرب ناس ليا بكل ولاد عمامي وولاد خلاني ولماذا هم اولى بالمعروف؟ لان طبيعه البشر كده. حضرتك لما تيجي تخرج لحد قريب منك تكون نفسك راضية أكتر، ولو كل واحد فينا بص للدايرة اللي حواليه مش هيبقى عندنا فقراء. صح برافو عليك. هي حقيقي جدا. والنفس البشرية تحب تدي الخير للأقرب منها. النفس البشرية كده. حضرتك أكتر واحد تحب تديله مين؟ ابن حضرتك. دي فلسفة موجودة في الإسلام كله. عشان كده في الميراث أكتر ناس ياخدوا في الميراث مين؟ ولاد حضرتك. ما راحش لما واحد يموت ما يجيش لواحد غريب يديله الفلوس بتاعته. ليه؟ لأن الإنسان بيحب أن الخير بتاعه يكون للدائرة الأقرب إليه. وده فلسفة موجودة في الإسلام في كل التشريعات من أول الميراث وفي الزكاة وفي غير الزكاة. الخير يكون للأقرب. ابدأ بنفسك وبمن تعول. سيدنا النبي كان يعلمنا كده. فالإنسان حواليه دوائر، يكفي الدائرة الأولى اللي هي نفسه، وبعد كده من يعول، وبعد كده الأقرب، وبعد كده الأقرب، وبعد كده الأقرب، لدرجة أن الجيران يخشوا، حتى جار غير المسلم يخش صدقة الفطر. نص السادة الحنفية نصوا أن غير المسلم يأخذ من صدقة الفطر، لأن ربنا قال للفقراء يا فندم تأكد لنا عليها. غير المسلم يأخذ من صدقة الفطر ما دام مستحقا، لأن النص أيوه بالظبط كده. وما دام من أول القربة يعني كان في بس كان في جدل دائر على النقطة دي تحديدا، إنه غير المسلم لا يجوز عليه تخريج زكاة الفطر أصلا. لا ما دام من الفقراء أو من المساكين من الأصناف اللي ربنا عز وجل ذكرها. ربنا لما ذكر الفقراء والمساكين والأصناف اللي موجودة الثمانية في سورة التوبة، ربنا عز وجل ما قالش من المسلمين، سابها مفتوحة، فيدخل فيها كل من ينطبق عليه هذه الشروط. برضو الأولى مين؟ هل الجار
هل العم؟ هل ابن العم؟ الأولى يعني الأقرب فالأقرب فالأقرب. خلصت خلصت قرايبي طبعا الأقرب. خلي بالك أما ما يجيش واحد قريبي، ما دي برضو مشكلة بنقع فيها، بيكون عندي واحد قريبي وهو مش فقير يعني مثلا مكفي نفسه. أيوة. بس هو يعني بيبص ويطمح بالظبط ان هو عاوز ينتقل من درجه الى درجه، يعني ولاده مثلا في التعليم وهو بياكلهم ويشربهم وعاوز يدخلهم لغات مثلا او مدارس خاصه او فاروح اديله الزكاه بتاعتي، لا ده لا يجوز، ده مش فقير. فانا اشوف الافقر او الاكثر احتياجا من الاقرب الي. واضحه كده؟ صحيح. طيب مره تانية واحنا بنخرج زكاه الفطر، حضرتك قلت ان النية واجبة قبل اخراج زكاة الفطر، هل في يعني في شكل معين او طريقة معينة مثلا افضل؟ يعني كان مصطفى بيتكلم مع حضرتك على اخراج زكاة الفطر للاقارب او الاقربون او الاولى او ما الى ذلك. في ناس تقول طب انا عشان بس مش عارف هودي زكاة الفطر فين، انا اروح ادفعها للجمعيات الخيرية هم يتصرفوا فيها. ما فيش مشكلة ما دمت انا اعرف، لو انا في بلدي في قريتي في منطقتي اللي انا ساكن فيها في الحي بتاعي في المدينه بتاعتي اعرف ناس فعلا تنطبق عليهم الشروط فعلا فقراء، يبقى انا اديهم. طب انا ما اعرفش اعمل ايه؟ ينفع ان انا اوكل غيري في اداء هذه الزكاه وهذه الصدقات، والمسؤول مش انا اللي انا وكلته، انا اديته الفلوس اديته الطعام اديته الصدقه او الزكاه اللي انا خرجها وقلت له انا مش عارف اديها لمين، انا ما اعرفش فقراء ما اعرفش محتاجين ما اعرفش مساكين. هنا الوكاله في الزكاه وزكاه الصدقه جائزه ما فيش اي مشكله فيها، ماشي. فانا بديله وهو طبعا عندنا دلوقتي جمعيات موجوده وفي طبعا مؤسسات كبيره بتعمل في الموضوع ده وعندها ابحاث ودراسات مش اي حد بيروح بياخد، فدي ما فيش اي مشكله خالص. صحيح. على قصه بس موضوع المولود رضيع اللي احنا قلنا الطفل الصغير الجنين في بطن امه ما عليهوش زكاه فطر، لكن الفقهاء يقولوا يستحب نخرج ليه، يستحب. طب روح لو اتولد روح دبت فيها الروح، لو اتولد قبل اذان المغرب بتاع اخر يوم في رمضان يجب ان هو ياخد زكاه فطر، نخرج عليه زكاه فطر، يجب ان احنا نخرج عليه زكاه فطر لو اتولد قبل اذان المغرب. والساده الحنفيه يفتحوا شويه يقولوا لو اتولد لحد قبل اذان فجر يوم العيد. ماشي. طيب هو جنين ما فيش زكاه واجبه، لكن يستحب ان احنا نخرج زكاه فطر عليه. صحيح. على اي حال يعني ربنا سبحانه وتعالى لما شرع قصه زكاه الفطر زي ما الشيخ محمد عماد قال لنا شرعها علشان الفقير يحتفل، فقير يعني يذهب الى صلاه العيد وهو معه ملابس جيده يضمن ان لي في العيد اكل مناسب، لذلك حط المقادير اللي سمعناها، حط القمح حط الزبيب حط الذره كمكيال يعني يمكن ان يكون ان احنا نديه للفقير. الشيخ محمد عماد قال ان 30 جنيه للفرد الواحد ممكن نطلعها من اول رمضان حتى يستفيد حتى يستطيع ان هو يعني يصرف الفلوس. في ناس بتطلعها قبل صلاه العيد مباشره، صح كده ولا انا غلطان؟ صحيح. الحد الادنى 30 جنيه طبعا زي ما الشيخ محمد عماد قال، واللي حابب يخرجها في شكل من اشكال شنط رمضان ما فيش اي مشكله، اللي حابب يخرجها كفلوس ما فيش برضو اي مشكله. على اي حال طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الشيخ محمد عماد الوعد بمركز الازهر العالمي للفتوى الالكترونيه، نورتنا. كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيب. شكرا جزيلا. شكرا. شكرا الكلام. خلينا نروح لفصل سريع ونرجع نكمل فقرتنا في صباح الخير يا مصر. قطاع الصحة ربما من أهم القطاعات الموجودة وحاضرة دايما على رأس أولويات الدولة المصرية. خلينا نقول إن في توجيهات مهمة دايما من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إن احنا نواصل جهود تحسين إتاحة وجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وده بيظهر طبعا زي ما احنا عارفين في عدد من المبادرات. كل تأكيد يا مصطفى، يعني كمان المبادرات الرئاسية دي كان ليها دور كبير جدا وملموس في تحسين الخدمة الصحية. لو هنتكلم على سبيل المثال مبادرة 100 مليون صحة، مبادرة دعم صحة المرأة، مبادرة إنهاء قوائم الانتظار، ده غير كمان أنه دلوقتي بيتم التجهيز لإطلاق مبادرات جديدة الأيام القادمة، على سبيل المثال أيضا مبادرة صحة الرئة. خلينا نعرف تفاصيل أكتر من دكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. صباح الخير يا دكتور، كل سنة وأنت طيب. صباح الخير يا فندم، كل سنة وحضراتكم طيبين
ومصر والمصريين والعالم كله بخير وسلام يا رب. دكتور حسام، يعني مبادرة صحة الرئة ربما مبادرة جديدة بتنطلق أو بتوضع على رأس أجندة وزارة الصحة، تفاصيل بشكل عام. يعني خليني أقول لك، هي ليست جديدة لكنها حديثة باعتبار أن احنا أطلقناها تزامنا مع مؤتمر المناخ الكوب 27، ويمكن كان أول فحص بنجريه للمترددين أو زوار مصر في شرم الشيخ في مؤتمر المناخ. والهدف منها من خلال وحدات الفحص المتنقلة والثابتة إن احنا بنعمل مسح لوظائف التنفس، وخاصة للناس اللي عندها مؤشرات أو مسببات من شأنها أن تؤثر على صحة الرئة زي المدخنين. وبالتالي هي واحدة من المبادرات التي تستهدف الحفاظ على صحة الإنسان من خلال منع مسببات الإصابات بالسدة الرئوية اللي هي على رأسها التدخين، ومن خلال أن احنا نكشف كشف مبكر على اللي عندهم مسببات أو مؤشرات بتقول أنه ممكن يصابوا بأمراض الرئة زي اللي بيدخنوا، عشان نلحق بدري، لأنه الحقيقة واحدة من الأمراض المؤلمة جداً الإصابة بالانسداد الرئوي اللي في النهاية بيؤدي إلى فشل تنفسي ولا قدر الله الوفاة. فإذا ما أدركنا الشخص في البدايات وقبل أن يتطور المرض معه إلى مرحلة السدة الرئوية والفشل التنفسي، من الممكن العلاج. وهو ده هدف واحد من أهم الأهداف المبادرات الرئاسية. في النهاية كل مبادرة من المبادرات الرئاسية اللي هي عديدة جدا بتهدف إلى تحقيق حياة كريمة، حياة كريمة للمواطن المصري، حياة كريمة إنه يبقى عايش بصحة جيدة، إنه بيبقى بيتمتع بقدرته على إنه يتحرك ويشوف أولاده وأولاده يبقوا كويسين. هو ده مفهوم السعادة الحقيقية في الحياة، أن تكون يعني من بات آمنا في بيته معافا في بدنه، عنده قوت يومي، أنت هي دي سعادة الحياة. فواحدة من ضمن الحياة الكريمة، هي دي الحياة الكريمة، فواحدة من ضمن تحقيق مبادرة السيد الرئيس الكبرى حياة كريمة للمواطنين المصريين أن تكون معافا في بدنك، معافا في بدنك أنت، أسرتك، أطفالك، أهلك، أحبائك. وبالتالي كانت المبادرات الرئاسية الهدف منها هو تحقيق هذه الحياة الصحية الكريمة، وخصوصا أن الصحة مش بس أنك لما تعي تلاقي العلاج، لا، الصحة هي أن تحيا بحياة صحية بدنية ذهنية اجتماعية. وتم إضافة مؤخرا أيضا صحة ما حولك، صحة البيئة وصحة الحيوان. طيب يمكن حضرتك تحدثت عن المبادرات اللي تم إطلاقها من وقت قريب، يعني تعتبر كمان مبادرات حديثة، لكن هل في كمان مبادرات أخرى هيتم الإعلان عنها قريبا؟ هل كمان في مبادرات ليها علاقة بالصحة النفسية مثلا؟ يعني خلال الأيام القليلة أو خلينا نقول الأسابيع القليلة الماضية تم إطلاق مبادرة السيد الرئيس للصحة النفسية اللي هي المينتال ويل بينج، السوشيال ويل بينج، لأنه منظمة الصحة العالمية تعرف الصحة بأنها مش بس صحة البدن، لكن صحة الروح أيضا وصحة الصحة الاجتماعية. فالمينتال ويل بينج دي واحدة من المبادرات الرئاسية أو الصحة النفسية المرتبطة بكيف يحيا الإنسان حياة صحية في التعامل مع المجتمع. جزء من يعني التنمر هو علامة من علامات انعدام الصحة النفسية. يعني لا نعني فقط الناس عندها تخيل يمكن يتبادر إلى أذهانهم بشكل غير صحيح إنه الصحة النفسية تساوي عدم الجنون، وإنه اللي عنده مشكلة نفسية يبقى ده مجنون والسرايا الصفراء والعباسية. هذا كلام الحقيقة غير دقيق وغير صحيح. لكن السلوك العدواني غير المبرر، اتخاذ ردود أفعال عنيفة في مواقف لا تستدعي ذا، ده نوع من أنواع الاعتلال النفسي، الاكتئاب، الانعزال عن المجتمع أو التعامل مع المجتمع بشكل ليس فيه تشاركية، الأنانية المفرطة، حب الذات المفرط، النرجسية، كل دي من الأمراض الحقيقة النفسية التي أصابت المجتمع نتيجة لغياب مفهوم الصحة النفسية. صحيح. فواحدة من المبادرات الرئيسية المهمة جدا
هو إعادة مفهوم الصحة النفسية وتقديم خدمات الصحة النفسية من خلال سواء المنصات الإلكترونية. احنا أطلقنا منصة للصحة النفسية بقى لها أكثر من ما يقرب من سنة تقريبا، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الصحة النفسية من خلال وحدات الصحة النفسية ومستشفيات الصحة النفسية. وأخيرا يمكن في لقاء فخامة الرئيس مع دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور خالد عبد الغفار يوم الأحد الماضي، وجه سيادته بإنشاء مدينتين أو مجمعين للصحة النفسية وعلاج المسنين، ودي كانت من التكليفات الرئاسية إنه يبقى عندنا أماكن لتقديم العلاج النفسي بعيدا عن الوصمة، بعيدا عن إحساس المجتمع بأنه في مشكلة، وكذلك علاج المسنين بالإضافة للأماكن اللي موجودة عندنا فعليا. صحيح. يعني شايف الطفرة اللي حصلت في وزارة الصحة ان يعني عندنا تسارع كبير جدا في هذه المبادرات، ازاي بتقدر تمشي يعني بارلل او بشكل متوازي ما بين كل المبادرات من غير ما يعني انت بتنشئ قاعدة بيانات، بتعمل في المحافظات مراكز، بتكلف اطباء من تخصص معين، عندك مبادرة زي صحة الرئة، في مبادرة تانية للصحة النفسية، في مبادرات اخرى كثيرة، بتعمل ده ازاي بالتوازي يا دكتور؟ يعني خليني اقول لحضرتك انه مشكلة الصحة في مصر كانت مشكلة مزمنة، وكانت تفتقد الى حاجتين: إرادة سياسية حقيقية من صانع القرار بوضع الصحة على رأس اولويات الدولة المصرية، وهو ما قام به السيد الرئيس، انه جعل الصحة والتعليم على رأس اولويات الدولة المصرية سواء في مجال الإنفاق او في مجال الاهتمام. ثم الحقيقة ما يقوم به الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة من تنفيذ هذه الرؤية والاستراتيجية بشكل واضح ودقيق ومنظم. النهاردة احنا نستهدف حياة صحية للمواطن المصري، ده عشان يحصل يبقى محتاج تاخد المواطن من وهو جنين في بطن أمه وأمه إلى مرحلة الشيخوخة والكهولة، ده محتاج تقديم خدمات مباشرة وفي نفس الوقت تقديم لوجستيات تساعد على تقديم الخدمات المباشرة اللي حضرتك ذكرته، هي الميكنة والرقمنة. ما هو كل ده مش هيحصل بدون ما يبقى في منظومة متكاملة من الخدمة وما يسهل تقديم الخدمة. واحدة من ضمن الأمور الهامة جدا اللي كانت يمكن ما فيش فيها ما كانتش موضوعة في دائرة الاهتمام بشكل يتناسب مع حجم الدور اللي المفروض تأديه، هي وحدات الرعاية الأساسية. النهاردة العالم كله يتم تقديم 80% من الخدمة الصحية للناس في وحدات الرعاية الأساسية أو الفاميلي دكتور، أيا كان الاسم اللي بيطلقوا عليه العالم أو الآلية، لكنها في النهاية هو تقديم خدمة من خلال طبيب الأسرة الوحدة الرعاية الأساسية، و20 أو 30% بس من الخدمة اللي بتقدم في المستشفيات لما تحتاج إلى خدمة أكثر مهارة أو أكثر تخصص. الواقع عندنا العكس، الواقع عندنا اللي بيعي بيروح مستشفى، الطفل اللي بيبقى عنده إسهال بيروح يقف في الطابور في أبو الريش زي الطفل اللي بيبقى عنده لا قدر الله عيب خلقي في القلب. فاللي بيحصل إنه ده بياخد مكان ده وده بياخد مكان ده، فبيبقى اللي محتاج أبو الريش فعليا بيضطر يقف رقم 30 و 300 و 400 في الطابور، لأنه في قبليه 10 و 20 و 30 اللي عنده اللوز واللي عنده جفاف. إعادة تنظيم الخدمة الصحية من خلال مبادرة السيد الرئيس بتطوير وحدات الرعاية الأساسية، بأن أنا أرجع تاني أقدم في وحدات الرعاية الأساسية عيادات تخصصية، فترة مسائية، بعض الأماكن يبقى فيها طوارئ، وأربطها بالمستشفيات عشان اللي محتاج يروح مستشفى يروح، دعم النفسي، كل ده بيتم تقديمه. النهاردة الكشف على المقبلين على الزواج بيتم في وحدات الرعاية الأساسية، فأنا بأعيد تاني لوحدات الرعاية الأساسية دورها اللي فقدته من زمان واللي المفروض تقدمه للمواطن. نقطة مهمة جدا يا دكتور، جدا في غاية الأهمية الحقيقة. طيب في كمان جانب آخر كان منسي كده لفترة طويلة قوي، فكرة قوائم الانتظار. دلوقتي احنا بنتكلم عن مبادرة رئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، الحقيقة طعنا فيها شهد كبير جدا، ومش بس كده كمان سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مرة أخرى أكد على الاهتمام بهذه المبادرة وتخصيص مبالغ كبيرة ليها. يعني احنا الحمد لله منذ بداية المبادرة لحد النهاردة احنا بنتكلم فيما يقرب من 1,600,000 تدخل جراحي مهاري تم عمله للقضاء على الانتظار غير المبرر للعمليات.
السيد الرئيس في اجتماعه اللي كان يوم الأحد وجه بأنه صندوق يتم توفير مليار جنيه من صندوق تحيا مصر. ودي الحقيقة واحدة من ضمن أهمية وجود صندوق تحيا مصر، أن أنت في مع الارتفاعات وضق ومشكلة سلاسل الإمداد العالمية أنه يبقى عندك مكان تقدري تضخي فيه رقم كبير زي كده لاستمرار الحفاظ على الصحة العامة. فعشان أقدر أحافظ على استمرارية ونفس معدلات الأداء في مبادرة سيد الرئيس للقضاء على الانتظار، وجه سيد الرئيس أنه يبقى فيه مليار جنيه تضخ إضافية بالإضافة إلى إحنا بنتكلم النهاردة قوائم الانتظار الرقم يمكن قرب من ال 14 مليار أو ال 15 مليار خلال من ساعة ولقت في 2018. فالنهاردة إنك تضخي مرة واحدة برضو مليار جنيه في ده يؤكد أهمية المبادرة، دعم السيد الرئيس للمبادرة ولكل المبادرات الرئاسية، وإنه الدكتور خالد عبد الغفار حريص على إنه المبادرة دي تستمر بشكل قوي جدا لأنها في النهاية بتحقق مصلحة آنية. تخيلي اللي عنده مشكلة زرع كبد، زرع كلى، زرع قرنية، أورام، جراحات مخ وأعصاب، جراحات القلب، الدعامات، كلها أمراض الحقيقة تحتاج إلى ألا ينتظر الـ المواطن كثيرا. صحيح. على أي حال يعني محدش ينكر أبدا الدور بتاع وزارة الصحة بصراحة هذا الأمر، وخصوصا المبادرات الرئاسية اللي كلمنا عنها الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا جزيلا. نشكرك يا فندم دايما ضيف عزيز علينا في صباح الخير يا مصر. شكرك يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة، كنا مع حضراتكم على مدار ساعتين أنا جمانة ماهر وزميلي العزيز أيضا مصطفى كفافي والزميل العزيزة لمي حمدين. إن شاء الله صباح الخير يا مصر يكون معاكم بكرة بنفس الميعاد من 8 ل 10. صباح عليكم مرة تانية. صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.